فتحي المرمي. سيد فتحي أهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة وبالسادة وسيدات مشاهدي قناتكم الموقرة. أطلعنا على تفاصيل اجتماع السيد مستشار عقيلة صالح مع نظيره التونسي في تونس. طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار العمل على إيجاد حلول موضوعية عن الاتفاق السياسي الذي احتراه انسداد طيلة الفترة الماضية بسبب عدم اتفاق الأطراف الليبية حوله، ذلك حسب ما اتضح طيلة العام المنصرم. ولكن رغم ذلك هناك جهود محلية ودولية لإيجاد حلول مناسبة بين كل الأطراف الليبية والظهور بصيغة يتفق عليها الليبيون. فطبعا عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات داخل ليبيا وخارجها. نعم. واعتقد ان الازمه في طريقها الى الحل بعون الله بين الليبيين نتيجه هذه الاجتماعات. خاصه وان الجميع متفق على محاربه الارهاب والتوزيع العادل لايرادات الثروه بين الليبيين وتطوير الجيش وتسليحه وكذلك العمل على المصالحه وعوده المهجرين الى مناطقهم وإلى ديارهم. نعم. ودعم كل الجهات الأمنية لتقوم بدورها. طيب، هل في اعتقادك زيارة المستشار إلى تونس بأن دولة تونس الشقيقة ستكون لها يد تضغط على كل هذه الأطراف المتخالفة حول الاتفاق السياسي؟ لا، هو ليس بمعنى الضغط يعني، ولكن تعرف جيدا ان تونس طبعا دورها مهم، هي طبعا اتجاه ليبيا خاصة انها دولة شقيقة وجارة ويهمها استقرار ليبيا. ولكن كل هذه الزيارات واللقاءات سواء في تونس او في الدول المجاورة الاخرى وحتى بعض الدول الدولية الاخرى، الاجتماعات هذه كلها حوارات ونقاشات نعم سيد فتحي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المرمي، شكرا لك ونأسف على انقطاع الخط.